الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ في سلسلة مباركة بفضل الله تبارك وتعالى في فضل القرآن الكريم، وأيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنبدأ هذه السلسلة قريبا بإذن الله تبارك وتعالى، ولعل الله عز وجل أن يرزقنا القبول وأن يرزقنا التوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.